صباح الخير حبوبه ديالي، كيف صباحتو؟ كنتمنىكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال. بالنسبه لما كعبني شي، انا ديفا دلاتي فاجون وهذا الشيء ندير خليك انستغرام ديالي نزاحده، بغيت تمشي تتبعني باش تشوف محتوى اخر، نوعا اخر ديال المحتوى اللي كنحط لكم في الانستغرام. ايوا انا كنت ديري جبرتوني هذاك نوض صديت صليت وسكسفت شويه على الحاله باش ما نجيش نخلعكم في البلوك، وقلت اليوم غادي نبدا معكم واحد البلوك اللي غادي يكون واحد البلوك عربيه بيتوتي هايبه، بلوك ضد الدار، غنخرج نسخر واحد شويه شوية ديال الكوزينه، شويه من كل حاجه. على كل غادي دوز معايا ان شاء الله واحد البلوك 100% بيتوت. بون كما قلت لكم يلا تودت صليت، باقي ما عملت والو، باقي ما فطرت، ما خملت، ما حتى شي حاجه. كما كتشوفوا كما باقي شويه مرون بيت نعاس، باقي ما جمعتوش. اول حاجه غادي نعمل، غادي نمشي نجمع بيت النعاس ديالنا. كيعجبني نجمع قبل ما نفطر، قبل ما نعمل اي حاجه. اذا ما جمعتي بيت النعاس كنحس براسي ماشي هي هذيك، بحال باقا ما نوضتش من وضعي. عليك شي غادي نمشي نطبق نجمع ان شاء الله بيت نعاس ديالي، ومن بعد غادي نمشيو للكوزينه باش نوجدو شي حاجه الفطور. واخا كنكره الفطور على حسب ما كنجبر ما نفطر، ما كتعجبني تقريبا حتى شي حاجه في الفطور. المهم على كل، يلا معايا ان شاء الله نبداو بيت نعاس، ومن بعد ندخلو للكوزينه ونشوفو شنو غادي نعملو فيها. بون ديما كنصور لكم ديك القنيسه على صد الدار ديالي مسلسه، كيما عارفين انا ساكنه في واحد تحتي. دعيو معايا ربي رزقني بشي دار اخرى، على حساب تحتي صراحه مسلس بزاف، كيقهرني شي مره. يعني عندي اسلس في الدار، ما يبان لكم شويه، كنعبت واحد اسلس عندي في الدار. بونو ماشي مشكلكم، وقع فيه الخير. وتما غير ديو معايا، ديو معايا واش ربي رزقني بشي دويره اخرى. ما عرفتش حتى نتوما كتوقع لكم، ولكن كما قلت لكم انا دابا جمعتي بيت نعاس كنحس بحال الدنيا مرونه بزاف بزاف. اي كنجمع بيت نعاس كنحس بواحد الراحه هكذا شويه صراحه الله. وكيف ما كنت كنقول لكم صراحه على قلبي بزاف 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 الراحه من دار اخرى. ما عرفتش ترديتوا بالو ولا لا، ولكن هاد الدار هذه انا باقا ما ساليتها شي، يعني ما كملتها شي. هذا ماشي الديكور ديال بيت نعاس اللي كان خصني انايا، كان باقي خصني نعملو كاغات في الحيط، باقي خصني السرير تريات، باقي خصني بزاف ديال الحوايج. ولكن مع ديك كنفكر نرحل، كنقول زعما ما كيستاهلش نعدل شي حاجه في هاد الدار هادي. وداك قلت انا غادي نرحل، واخا كنعرف راسي مزيان ويقدر يجي واحد النهار ويطلع لي الدم وما نجبرش كرا وهكذا، كنشبر هاد الدار هادي ونعدلها ونصلحها. واخا عارف راسي بان ملي نجبر شي حاجه محسن غادي نرحل، ولكن الواحد كاين شمات كيقنط كيبغي يشوف دارو معدله مزيونه. كما قلت لكم بيت الناس صراحه ما كرهتوش يكون معدل بواحد الطريقه مزيونه على هادي. بون الصراحه ماشي غير بيت الناس، كلشي ما كرهت الدار كامله تكون معدله ومسكسفه شويه على هادي. بيرو بونو ماشي مشكل، ان شاء الله ربي يكون خير، ربي رزقني في دويره اخرى. دعيو معايا حبيبات قلبي. صافي كبيدة ديالي جبرتوني جمعت بيت داغين بالدرع، باقا نجيب الشتوى. شوفو عاملة هادي سخيخنة بالدرع، باقا شهر تسعود باقي الحرارة الصراحة، ولكن عاملة حاجة سخيخنة حسب بالدرع خصني نجيب الشتوى. بالنسبة لديك الخيطة اللي عندي تماك ما تديوهاش فيها، على حساب عندي فيها باكيتات اللي كيوصلو لي كنحطهم تماك، وتما كنحط قنيطات أسامة غنحيدها وصافي نمشيو بحالنا للكوزينة ان شاء الله. بون حبيبات ديالي كيما كتشوفوني في الكوزينة، وأكره وجبة عندي النهار كامل هو فطور، ما كنجبر ما نفطر صراحة الله، ما كيعجبني تقريبا حتى شي حاجة. كنت واحد الايام بديت كنعمل بيضات مسلوقين، ولكن شويه مبقاوش كيعجبوني ما عرفتش عاوتاني علاش. على كل غنعمل واحد، عملت طوستادوره وغادي نعمل فيها خبيزات هيدا طوستاز بالزراره، وما عرفتش نبات ندهنهم اسكي مع الاخر ما كيعجبني حتى شي حاجه، وغادي نضطر ندهنهم بنوطيه. غادي نعمل هاد الطوستاديتات هادو اللي غادي نعمل واحد العصير ديال افوكادو ديال لابوكا ديال البنان شويه بعدا سي داك لي طوستات بالشوكولاته، ناكل شي حاجه ديال الفروطه الصحيه. باش كنحل ليه كنعملو شويه ديال الدولتورانتي صراحه شحال هادي من شرط السكر نتاعي. السكر كنستعملو غير اذا كنت غادي نلقى مع اتاي، ماجي عندي شي واحد يعني سيد عملنا اتاي انا وسما كنعملو غير بان دولتورانتي والحليب وصافي. اذا كان عندي تمر كنزيدو تمر وكركاع، ولكن ما عنديش اليوم، غادي نعمل غير نطحنهم غير هيدا بجوج بيهم صافي. طريطه ديريها ما تحمروش ديتو بركه عليهم. بونو كبدا ديالي، هذا هو العصير ديالي، هادو هما طوستات غادي ندهنهم بنوطيه على حساب هاد الساعه دي صراحه متشهيه حتى شي حاجه. ماشي احسن فطور طبعا، ولكن هادشي اللي طالب هاد الساعه هادي هادشي اللي متشهيه ناكل دابا. ايوا انا كبدا ديالي هيدا وصافي، غادي نفطر ان شاء الله ومن بعد نرجع معكم.
بوينو حبوبات، كما كتشوفوني كنفطر في الكوزينه، كنحس براسي بحال شي زوفريه، ولكن كتعجبني الفكره وما كتعجبنيش في نفس الوقت. كتعجبني لحسن من كدي ترون شي كوميدور، يعني ما عمري كنبقى نعمل بالي مع الكوميدور، يعني في تسود الخبز ولا كل مره نفطر نتغدى خصني نجمع ميسا ولا زعما بحال مثلا الشطه، ما كترونش الدنيا. كنبقى دائما يعني الماكله كامله كتبقى في الكوزينه قليل بزاف بزاف بزاف، فين كناكلو انا واسامه هذا في كوميدور الا كانت شي نهار شي مناسبه ولا شي عراطه ولا في رمضان. مثلا في رمضان دائما كنا كناكلو الوجبه ديالنا في كوميدور وفي كوزينه بوز دائما كناكلو. صراحه مع داك الاغلبيه ديال الوقت اسامه كياكل الماكله ديالو في الساعه ديالو، انا كناكل الماكله ديالي في الساعه ديالي، كل واحد مع داك اسامه تبع الدياتا ديالو، يعني كل واحد كياكل بوحديته. شي مرات كنحس براسي بحال شي زوافريه، بيرو بونو بعدا كنعمل كلشي في الكوزينه وكنجمع ونطوي. بوينو دابا جبرت شنو غادي نجلس نخدم واحد شويه، خصني نوجد واحد فاكتوراس، عندي واحد شويه ديال الشغل خصني نوجد كلشي ونشوف شنو حاطه هنا قدامي. حاطه الكوريتا مزيان الصراحه، الله كيحمقني كيعطي هذا واحد الضوء واحد النص واحد الجو مزيون. ما كنشعل هادي، ما كنشعل الشميعه ديالي، عندي هنا الشميعه ديالي كنشعل. كيعجبني ملي نكون خدامه يكونوا كاسن قبالتي محطوطين قبالتي باش كيعطيني هذا بحال واحد سنساتيون ديال الكالم ديال ريلاكس. ودابا حبوبات ديالي بعد ما خدمت واحد شويه جبرتوني غادي نعدل الغدا. بالنسبه للغدا هاد الغدا عشاء فالي، غادي نتغدى وغادي نعاود نتعشى ان شاء الله. هادشي هذا نيت، غادي نعدل واحد سوبيطه ديال الحوت. انا قلت لكم باغا نجيب الشتا بالدرع، باغا نجيب برد بالدرع، برا الجو مزيون وانا يا عرفتي كنحس راسي زعما الشتا بصح كنعدل السوبيطه وكلشي. المهم بالنسبه للسوبا ديال الحوت صراحه فيها توريت لكم بزاف د المرات كيفاش كنعدلها. انا كنشبر الخضيره اللي عندي موجوده في الدار، هذه اللي عندي اليوم غادي نستعمل هذه. كانت مثلا ما عندي شي هادي واحده اخرى اللي كان من الخضره اللي موجوده في الدار كنعملها، كلشي اللي عندي كنحطو. وعندي هنايا الحوت هو كان باقي عليه في الكونخيلادور، هادي سيبيا وهاد واحد الدامبيطات اللي باقي عندك ان شاء الله نفسخهم يلا جبرتوني خرجتهم من الكونخيلادور. هادو بلا تنسى كنفسخهم لان ملي غنقطع الخضيره كامله غادي نعمل ان شاء الله الطنجره ديالي، ومن بعد ان شاء الله نوريكم الاقامه اللي غنعملها. صراحه انا بيت صورت لكم بزاف د المرات كيفاش كنعدل السوبا، بيرو بوينو ماشي مشكل، يقدروا يكونوا كاينه شي بنات جدادين معنا في القناه. بوينو انا نحسب ثلاثه وغادي تلقاو الخضيره كامله هنا مقطعه، واحد جوج ثلاثه، وهي الخضيره ديالي واجده في الصاب. كانت التقطيع ديالها هيدا ساهل، كنخدم قايلو نطيبو ياكم. بوينو قطعت هنا الخضيره اللي عندي، وزدت قطعت هنا شويه ديال الربيع وشويه ديال الكرافس اللي تهما غادي نضيفهم ان شاء الله على الخضيره ديالي. ودابا غادي نعمل الاقامه ونوريكم شنو غادي نعمل. وبالنسبه للاقامه اول حاجه نعمل هي شويه ديال الزيت بلديه مليحه طبعا، شويه ديال الابزار، ديال الخرقوم، غير شي حاجه هيدا قليله، شويه ديال الفلفله حمراء، شويه الطوماطي فريتو. عندي شي واحد القياس يعني شحال كتعملوا عينكم ميزانكم وصافي. نص ليمونه معصر. اخر حاجه غادي نعمل واحد الكنور ديال الحوت. بالنسبه ديال الحوت انا كنستعمل هذا ديال ميركادونا، كنور الحوت عادي وصافي اي كنور كان عندكم. ودابا غادي نعمل الماء مقدار اللي غادي يغطي لي الخضره كامله، وغادي نشعل لا بوطون نخليه يطيب. كما شفتوا ما ضفتش الحوت، الحوت بقى عادك كنفسخهم كونخيلادور ونقشروا كلشي. بانو حبوبات ديالي بعد ما طابت الخضيره كامله طحنتها كما شفتوا، دابا غادي نضيف عليها نيشان الماء. انا ما كيعجبنيش يعني تجي الصوبه هيدا خاسره بزاف، انا كتعجبني خفيفه. كنعمل الماء وبارتي عندي هنايا الحوت اللي وريتكم قبيلاتي قشرته وقطعته بطريفه التيتوين، وغادي نضيفو على الخضيره. دابا عندك عندي الحوت صافي، وغادي نشعل البوطه غادي نخلي الخضيره تغلي مزيان. غادي نزيدها شويه ديال الماء على حسب باقا ثقيله بالنسبه للذوق ديالي انايا. خلي الحوت يطيب مزيان نشوف بان غلات وطابت. نورمالمون كنعمل الصراحه الشعريه، شعريه رقيقه، ولكن دابا كنعمل هذا شنو اسمه، شنو اسمه تشيشة؟ لا ما اسمهاش تشيشة، المهم عرفتي شنو اسمها. هاد الحبيبات هادو ستيتوين عملتهم باستو، هي ستيتوان نسيت شنو اسمها. ملي كنت صغيرة كانت كتعدلو ماما بزاف هدا بمريقات بجداد، وداكشي كان كيحمقني وتوحشت وشريت الصراحة. قلت نبقى نعدل بهدا سوبيطة، كنعمل غير شوية منو يعني غير شي حبيبات هيدا. أنا حبوبة ديالي جبرتوني شفت واحد لافا دابا عاد
بوينو نشوفو المطابين كنشير فيه عندي هذا البالكون هذا اللي كيطل على الجهه هذه. الجهه هذه هي فين كاينه بحال غنقولكم بارك ديال الجيران فين كيلعبو العباه ولا داكشي. الغابره هنايا الصراحه ملي كيكونو كلاب العباه كتعمر لي الدنيا بالغابره، ولكن ما عنديش فين نشير على داكشي الصراحه. كندعي بالليل وبن نهار يا ربي يجيب لي شي دار اخرى على حسب التحسي الصراحه. ما بقاش عاجبني مره كما قلت لكم. شوفوا منين الغابره اذا دازوا العيال هنا يلعبوا كتصاب لي الحوايج. لا داكشي كنخليهم ينشرو كنعاود ندخل ما عندي ما نعمل. بون حبايب ديالي سمحوا لي بزاف على حساب وقع واحد المشكل كبير. كنت مشيت لاكسيون صورت لكم شنو كاينه في اكسيون، كنت نورز لكم حاجات اللي شريت مشتريات داكشي كامل، ولكن وقع واحد المشكل ما عرفتش علاش. تمسحوا بفيديو تاع دوك الاخر كاملين ديال العشيه، بلوك هذاك في العشيه تمسح لي كامل. ودابا سجلت نعمل اديسيون، هذا كنبر بان عندي مشكل معاه ممسوح ما كيخلينيش نعملو اديسيون. على داكشي قررت غادي نسجل لكم اخا غير هيدا مورا كامل، عرفت كان عند الاديسيون وخصني نطلع لكم فيديو اليوم في نص النهار. ورديت بال بان تكثرت ما باقيش على داكشي، قلت غادي غنوريكم هذيك المشتريات اللي شريت. بون اول حاجه خصني نقول لكم ما كاينه حتى شي حاجه من هاد المشتريات هادو ليلي انايا. بون انا كنت شريت ليلي انايا الحاجه ديال الكوزينه اللي كيدو ديال الكوزينه الحاتفات الدريره ديال الكوزينه داكشي كامل ديال الكوزينه استعملته على حساب هاد البلوك. هذا سجلت لكم والبارح سجلت لكم هذه واحد يومين. غادي نوريكم الحاجات الاخر اللي بقى لي في هاد القفه هذه. كما كنقول لكم حتى شي حاجه من هاد القفه هذه ما هي ديالي، كلشي الصراحه غير سخروني مسخره الصخره ما هذه ماشي ديالي. ولكن بون نعطيكم فكره على حاجات مزيونين بزاف الصراحه. ما عرفتش شنو نبداو واخا نبداو بلاد بالي. غنبدا لكم اول حاجه من هاد الجهاز اللي عندي محطوط هنايا. كما قلت لكم هادشي هذا ماشي ليلي، عيد سخرت صراحه مسخره. هاد واحد اللعيبه جابهم في اكسر مزيونين بزاف بزاف بزاف، كانوا كاينه في الروسا وكاينه في الزرق وكاينه في الكري، لون الكري اللي كيجي مع اي حاجه مع بنيسه مع الوليد اي بيبي. شوفوا كتجي الكاخه ديالهم، سمحوا لي ما نحلوش على حساب فيه بلاستيك. كتجي الكاخه كتفتحها هيدا، شوفوا شحال مزيونين هي هاد اللوح عندها النقيطات هادي هادو. ومن بعد هنا عند بحال واحد الكاريطا ديال اوسيتو، عندها بحال واحد الوجه ديال اوسيتو نفس الوجه اللي كاينه هنايا. كون خونتو مع بعضيتهم كما قلت لكم هذا في الكريز كيجي بنيسه ونض كيوار. ومن بعد هاد العلاقه هادي شوفوا شحال مزيونه، هادي علاقه اللي كتعلق هيدا فيما بغيتي حدا الكونه في الدوتشا فيما بغيتي في البيت ديال البيبي فيما بغيتي، وكتعمل فيها الحاجات ديال البيبي بحال بانيا الحمشيط الحاجات اللي كتستعملو بطريقه يوميه بحال الكريمه. شوفوا بحال بيبيرو شفتو كيما هنايا شفتو بحال هكذا. مهم صراحه مزيونين بزاف، لا هادي ولا هادي. هادي كامل كانت عامله غير واحد ايورو وستين، وهادي واقيلا ثلاثة الايورو ولا ثلاثة الايورو شي حاجة. مبقيتش عاقلة على الثمنة الصراحة، التيكيت مبقاوش على يديا. شوف نو مبقاش هذا التيكيت ديال بي اي ام ماشي ديال اكسل. المهم على كل الاثمنة ديالهم خاصهم بزاف كما قلت لكم، كان كاينة في الزراق كان كاينة في الغوز وكاينة في الكريز على حسب الكريز اللون اللي كنمشي لبنيته ولا الدكيوار. وهادشي هذا اللي غنوريكم الحاجات ديال الدار. هادشي نجبد حاجه بحاجه كنتبنى منها الرتوالو. اوبا لا صبر نجبد الساعه كنعاود نسجل لكم. بون حبايب ديالي دابا من بعد ما خرجت كلشي غادي نوريكم. اول حاجه شوفوا هاد الكوبيطه هادي ديكوراتيفا، شوفوا شحال مزيونه اللي كامله في النقري كما كتشوفوا طويله. عند هنايا هاد اللعيبات عندنا في واحد الحجيرات، نتمنى ان شاء الله يكون كيبان لكم مزيان. وبالنسبه للثمن ديال هادي كتعمل 6 الاورو و تقريبا 7 الاورو، 7 الاورو ولا 5 سنتيموت 7 الاورو. كتجي مزيونه الصراحه الديكور هذا في الكوان فوق شي مسه ديال التلفزيون كتجي مزيونه بزاف. انا قلت لكم هادشي دابا ماشي ليا هادشي كيحمقني نشوفو، لكن ما كنتخيلش في الدار ديالي كيجيني هادشي لوكسوري بزاف ما عرفتش. المهم على كل كيحمقوني الصراحه هاد لابخوز ملي كيجي هدا كلشي كون خونتو مع بعضيتو كيجي واعر. شنو كيما قلت لكم ماشي ليا غير تسخرت وصافي. من بعد هادي اللي حمقتني شوفوا شوفوا شحال مزيونه وثقيله، عرفتي واعره بزاف بزاف بحال اللي كيعملوا في السنتروز دم السفال على راسك. هيدا كما كتشوفوا هي كتجي كون خونطه بحال مثلا هذيك تقدر تعملها في الكون، هذيك كتعملها في السنترو ديال المسا صراحه فنه 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 كما كتشوفوا كبيره ومزيونه وفيها ثلاثه ديال ثلاثه ديال الكوبيطات. وبالنسبه للثمن ديال هادي كتعمل 15 ديال الاورو، مزيونه الصراحه بالنسبه للثمن هو مناسب. واخر حاجه اللي تا هي كونخونطو مع هادشي هذا اللي وريتكم دابا عاد هما هاد السنيات هادو اللي حمقوني. وما كنتش عاقله على الثمن حتى قبل شفت الثمن هنا في التيكي. صافي خلصت التيكي شفت الثمن في التيكي ورديت بال بان خاصهم بزاف. هادو كاملين ثلاثه بهم كيعملوا 6 ديال الاورو. شوفوا تجي السنيه كبيره ديالهم من تحت ومن بعد كيجيو هاد الفوقانيين ديالهم. ما عرفتش واش كاخيره غلطت
ودوزت لي غير تحتانيه وما دوزت لي شي فوقانيه ما فهمتي. لحتى بصراحه انا جاوني الخصم بزاف بزاف بالنسبه لي، يعني كان بيهم ب بخمسة الأورو 79 ماشي 6 الأورو ما وصلش 6 الأورو، ما عرفتي واش غلطت ولا الثمن ديالهم هما هادو. المهم ما عقلتش الصراحة الله مع داك هاد يومين باش تسخرتهم، ولكن شوفوا شحال مزيونين هاد السبنيات هادو كيحمقوا، هاد كلشي كونخونط مع بعضيته هكذا في الصالون الصراحة كيحمقوا. شوفوا على بريو فيهم، وعندك الدجاج يعني مراية هنايا كما كتشوفوا صراحة فنن فنن فنن، والثمن ديالكم ما قلتلكم مناسب بزاف، ما عرفتش واش غلطوا في الثمن ولا الثمن ديالهم هو هذاك. ومن بعد اخر حاجه بغيت نوريكم اللي من عند بي اي ام هو هذا ديال لابابو، هذا داك اللي كيجي هذاك ديال الصابون والشيتا وهذا ديال الصابونه مزيونين معدلين هذا بحال الحجر، واللون ديالهم في البياض والبيج كما كتشوفوا الصراحه مزيونين، اللون ديالهم مزيون كي عندهم صافي الكري وفي الخضر وفي الروسا كاندهم بزاف ديال الالوان. وبالنسبه ديال الثمن ديال الباك هذا كيعمل 7 ديال الاورو صراحه مزيون، شي حاجه سيمبلي اليغانتي ومزيونه في نفس الوقت. و بنحويات ديالي كان هادو المشتريات، سمحوا لي بزاف عرفت لقيتوني مورا الكاميرا بقا ندور، كنت كنعمل لكم دابا عاد اديسيون، عادك رديت بال بان وقع مشكل بالفيديو، قلت واخا نبارطاجي معكم هكذا كيما قدرت، سمحوا لي بزاف 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 بزاف، هذا الفيديو كان معدل على هيدا وكان مزيون على هيدا، ولكن تمسح لي هادشي اللي عطى الله. بغيت نفكركم بان الفيديو اللي ماجي ان شاء الله غادي نجاوب انا واسامه على الاسئله ديالكم اللي عندهم علاقه مع هوليوود سمايل، كيما عارفين انا اسعج بنعمل من هوليوود سمايل، غنجاوبكم ان شاء الله على السؤالات ديالكم كاملين داكشي. خليونا هنا السؤالات في صندوق نتاحت، يعني في صندوق الوصف نتاحت تقدروا تخليونا السؤالات ديالكم، اي حاجه بغيتوا تعرفوها عندها علاقه مع هوليوود سمايل، وغنجاوبكم لا انا ولا اسامه، وغادي نقول لكم الاثمنه وغادي نشرح لكم داكشي كامل ان شاء الله يا ربي كيفاش كيدوز، واذا بغيتوا تعدوا نتوما كيفاش تقدروا تعملوا ان شاء الله يا ربي، غادي نشرح لكم كلشي في الفيديو اللي ما جيك معكم. وسمحوا لي بزاف 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 على هذا الغلط اللي وقع في اخر ديال الفيديو، محشمه معكم ولكن كنتمنى ان شاء الله تتقبلوها مني. واذا عجبكم الفيديو ما تنساوش تشتركوا في القناه، تخليوا لي اللايك ديالكم، الى فيديو قادم ان شاء الله في امان الله.